عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الموسم الثالث للجامعات وبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الثالث من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة بـ2000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 9,150,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا المباراة الخامسة في المجموعة الثانية واللي بتضم حسب القرعة جامعة سوهاج، جامعة المنوفية، جامعة الدلتا، وجامعة طنطا. بعد المباراة الرابعة الترتيب كالآتي: طنطا أول المجموعة بست نقط و420 نقطة إجابات صحيحة، سوهاج تاني المجموعة بثلاث نقط و295 نقطة إجابات صحيحة، الدلتا مركز ثالث بثلاث نقط و265 نقطة إجابات صحيحة، وأخيرا المنوفية مركز رابع مفيش نقط و220 نقطة إجابات صحيحة. المجموعة دي اتعقدت. ماتش النهاردة هيبقى ماتش في رأيي أكنه كاس. أول جامعة شرفانا في الاستوديو من وجه قبلي رحب كلنا بجامعة سوهاج. جامعة سوهاج بدأت الدراسة في الجامعة عام 1971 كفرع لجامعة أسيوط، وفي عام 1994 تم الانفصال عن جامعة أسيوط والانضمام لجامعة جنوب الوادي فرع سوهاج، وفي عام 2006 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة سوهاج كجامعة مستقلة تضم 15 كلية مثل التربية والعلوم والآداب والتجارة والطب البشري والزراعة والهندسة والصيدلة والحقوق والآثار. هيمثل جامعة سوهاج في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. النهاردة الماتش الأخير في دور المجموعات، فاحنا لازم نكسبه عشان نتأهل لدور الثمانية، فاحنا ما عندناش فرصة غير ان احنا نعمل ماتش حلو عشان نقدر نتأهل للدور اللي جاي. ان شاء الله هنبقى قد المسؤولية ونصعد دور الثمانية. احنا مش خايفين من حاجة، احنا تقريبا مغطيين كل المجالات، كلنا ذكرنا كويس جدا، لان ده ماتش مصيري بالنسبة لنا، وان شاء الله ربنا هيوفقنا وهنكسب الماتش وهنوصل لدور الثمانية. البنك الأهلي بالتعاون مع برنامج العباقرة بيقوم بدور كبير في تطوير كرة مصر، وانا مبسوط انا وزمايلي ان احنا بنساهم في التطوير ده عن طريق اجاباتنا الصحيحة. انا اللي هنزل فقرة تحت الضغط، زمايلي ساعدوني كتير في المجالات اللي انا ضعيف فيها، وان شاء الله اجاوب اكتر اسئلة في اقل وقت. جامعة سوهاج الحمد لله على السلامة. المجموعة تعقدت خالص صح. ايه اللي حصل ماتش اللي فات يا عبقرينو؟ هو اللي حصل ان احنا كنا ماشيين كويس، قدرنا نسد الثغرة اللي كانت في الفقرة الاولى، بس سدناها من ناحية فتحت من ناحية تانية. فالمشكلة ان تحت الضغط عبد الناصر ما توفقش فيها، وكمان ضربات الجزاء لان عبد الناصر واخد افضل لاعب في المباراة ويستحق. 75 نقطة ويستحق. عبد الناصر لازم نحيي كلنا، لعب ماتش عظيم الماتش اللي فات. فالفرق في تحت الضغط ضربات الجزاء كبر الفرق، وسيرة عجلة الحظ ما قدرناش ان احنا نتوفق، فللاسف خسرنا الماتش. مش دايما الحظ بيفضل مع كل الفرق، صح ولا غلط؟ اكيد طبيعي طبيعي. ماتش النهارده رايك فيه ايه؟ ماتش النهارده كلاسيكو العباقره ما بين طنطا وسهاج. كلاسيكو يعني طنطا فريق بطل الموسم اللي فات، مرشح فوق العاده لللقب، ونتائج الماتشين اللي فاتوا 210 ماتش اول 210 ماتش تاني، بسم الله ما شاء الله، ربنا يستر بس ويبقى الفرق قليل. ما عندكوش اختيار، انا في رايي ما عندكوش اختيار غير الثلاث نقط بتوع ماتش النهارده ان شاء الله نحقق. ليه؟ لان الدلتا برضو عنده فرصه التاهل، عنده فرصه التاهل مع ثلاث نقط،
وبرضه لو كسبنا يعني هيبقى خدنا ادفانتج كبير ومش مضطرين ان احنا نستنى الماتش الثاني على اعصابنا قوي. بالظبط كده. حتى المنوفيه عندها فرصه لسه. المنوفيه لسه عندها فرصه. الحقيقه المجموعه تعقدت بعد ماتشكم اللي فات ده. اه جاهزين ان شاء الله. يومنا ومدونا واسامه برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي جامعه سوهاج. اما الجامعه الثانيه واللي هتنافس للوصول لقمة المجموعة من محافظة الغربية، نرحب كلنا بجامعة طنطا. جامعة طنطا استقلت كجامعة في عام 1972 بعد أن كانت فرعا لجامعة الأسكندرية منذ إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 1486 لعام 1962. يعد عام 1972 عتبة فارقة في تاريخ جامعة طنطا بصدور القانون رقم 49 لعام 1972 الذي نص على إنشاء جامعة وسط الدلتا، ثم عدل الاسم لاحقا عام 1973 ليكون جامعة طنطا. هنمثل جامعة طنطا في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. النهاردة الماتش التالت لينا في دور الستاشر. احنا الحمد لله صعدنا من الماتشين اللي فاتوا. الماتش ده احنا جايين ان شاء الله نأدي اداء كويس ايا كانت النتيجة علشان نحسن سكورنا لدور الثمانية. فريق النهاردة معتمد عليا في معظم المجالات، وده بحكم الخبرة ان انا شاركت قبل كده في البرنامج وبحكم الاستعداد فترة كبيرة قبل البرنامج. ان شاء الله اكون عند حسن ثقة الفريق ونقدر نعمل حاجة كويسة النهاردة. اللي هينزل تحت الضغط النهاردة إسراء، احنا هيئنا لها المناخ المناسب وجمعنا لها معلومات كتير ودربناها على الفقرة دي وواثقين فيها جدا، وان شاء الله تجاوب اكبر عدد من الاسئلة في اقل وقت. انا اول مرة اشارك في برنامج العباقرة، دي اول تجربة بالنسبة لي وان شاء الله تكون التجربة موفقة. زمايلي في الفريق ساعدوني ودعموني وانا استعديت كويس الماتش ده وان شاء الله اكون قد ثقتهم فيا واقدر النهاردة اعمل ماتش كويس. جامعة طنطا ألف مبروك الأداء المشرف أول حاجة، وحمد لله على السلامة. أحمد جمال بتشارك لأول مرة، أه إيه اللي حصل علشان تشارك؟ فكرة بدأت من زمان، أنا كان عندي شغف بالمعرفة والاطلاع لحد ما لقيت بوست من الجامعة قبلها بيوم عن إعلان للتقديم لمسابقة العباقرة، دخلت وبعدها الجامعة كلمت لقيت لي مبروك أنت تقبلت. كلية الطب؟ كلية الطب. سنة تانية، حلمك إيه لما تخلص؟ كان حلمي ان انا ابقى دكتور مميز في المجال اللي انا اختاره. ناوي تتخصص في ايه؟ في الجراحه. جراحه مقرر خلاص. اه جميل جدا، اول مشاركه ليك. اه حاسس بايه؟ هو في توتر بسيط بس ان شاء الله يروح مع المباراه. بس انت معاك فريق قوي. الفريق اللي معايا انا كنت محظوظ بصراحه ان انا الحق التيم اداء مشرف على مدار الموسم الثاني والموسم ده كمان. اه اسلام النويهي جبت كم نقطة الماتش اللي فات؟ 120. هتحسبه 120 ولا حقا هم 90؟ وبصراحة أسامة فعلا يستحق النقط بتاعت آخر سؤال أكتر مني، وإحنا تداركنا الموضوع يعني. يعني أنت خطفت منه 30 نقطة، إيه رأيك يا أسامة؟ أسامة لما ينزل هتفاهم معاه في الموضوع ده. ماشي. طيب نروح لماتش النهاردة بقى. من وجهة نظرك ماتش النهاردة هيمشي إزاي؟ والله يعني احنا بنتوقع كل مره ان الماتشات هتكون قويه، يعني ما بنبقاش جايين متوقعين احنا هنعمل ايه، بس هو ربنا كرمنا الماتشين اللي فات، وانا عموما الثلاث فرق اللي موجودين معانا في المجموعه هم اصحابنا اصلا، فايا كان يعني الموضوع بالنسبه لي صعب لان في الاخر لازم حد يصعد، فانا والله اتمنى الاكثر استحقاقا هو اللي يتاهل فايا كان. طيب قول لي، مع جامعه سوهاج في تاريخ؟ اه دي المره الثالثه في البرنامج. المره الثالثه، الموسم الاول مين اللي كسب؟ سوهاج اللي كسب. سوهاج اللي كسبت. الموسم الثاني انتوا اللي كسبتوا. تعالوا نفتكر أنا قلت إيه في الموسم الثاني لعباقرة الجامعات. محدش عارف يا سوهاج، جايز الموسم الثالث لعباقرة الجامعات تتقابلوا تاني. لأن كده النتيجة 1-1. لا ما بين سوهاج وطنطا 1-1. تمام. هنشوف. الجميل إن نفس الناس هم الموجودين. يعني الفرق ما اتغيرتش، ولا الموسم الأول ولا الموسم الثاني. ماتش الحقيقة أنا مستنيه. مش بس السادة المشاهدين والجماهير، أنا كمان مستنيه. عباقرة الجامعات في الموسم الثالث 6 فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: لاعب كرة قدم مصري سابق
ملقب بملك النص، فمن هو؟ محمود أسامة. فاروق جعفر. الكابتن فاروق جعفر طبعاً. إجابة صحيحة. كابتن نادي الزمالك ومن أفضل اللاعبين اللي لعبوا بلاي ميكرز. محمود أسامة هتختار مين اللي بتبتدي الأول؟ تمام، جامعة سوهاج هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جامعة سوهاج، أول سؤال في الجغرافيا وما عندناش جوكر. أكيد. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة آسيوية يقع مضيق صندا؟ يربط المحيط الهندي بشرق آسيا. تمنتاشر ثانية. أحمد عاطف إجابتك. تايوان. تايوان إجابة خاطئة، مش تايوان. مين اللي هجاوب؟ أحمد جمال إجابتك. إندونيسيا. إجابة صحيحة. بين جزيرتين هما إيه يا إسلام؟ هو أعتقد جاوة والتانية مش فاكر بصراحة. سوماترا. تمام. أول عشر نقط تخطفها جامعة طنطا من جامعة سوهاج. سؤال في الجغرافيا لجامعة طنطا، جغرافيا، والسؤال هو: فان هي أكبر بحيرة مالحة بإحدى دول الشرق الأوسط، فما هي؟ مساحتها أكتر من 3700 كيلومتر مربع. تركيا إن شاء الله. تركيا تاني أكبر بحيرة في الشرق الأوسط. إجابة صحيحة. تركيا الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 20 جامعة طنطا، جامعة سوهاج مفيش نقط. وعندنا سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: ما هي الدولة الأوروبية التي حكمها الملك روبرت بروس منذ عام 1306؟ حكمها لحد سنة 1329. الدولة استقلت في عهده 1314 بعد ما هزم الإنجليز. إجابتك. فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة، مش فرنسا. جرب يعني. إيمان. إيطاليا. إيطاليا بعشر نقط. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد عشرة أو ناقص خمسة. أوكرانيا، اسكتلندا، الدنمارك، بريطانيا. اسكتلندا. خدت ريسك ليه يا أسامة؟ إحنا لسه في أول مباراة. اتفقتوا. اسكتلندا بعشر نقط أو بناقص خمس نقط. محمود أسامة إجابة صحيحة. عشر نقط مهمين جدا لجامعة سوهاج، وكويس إن أنت خدت الريسك علشان العشر نقط دول هيفرقوا معاكوا جدا. عشرة جامعة سوهاج، عشرين جامعة طنطا، وسؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: حدثت مذبحة شاربيفل عام 1960 بإحدى الدول الإفريقية، فما هي؟ 21 مارس 1960. فات 10 ثواني. في مناقشات قوية جدا. إيمان في الثانية العشرين. كونغو الديمقراطية. الكونغو الديمقراطية بعد 20 ثانية مناقشة. إجابة خاطئة. فرصة جامعة سوهاج تتعادل. مين اللي هيجاوب؟ أحمد عاطف. الجابون. الجابون إجابة خاطئة. زائد 10 أو ناقص 5. إريتريا، جيبوتي، تنزانيا، جنوب إفريقيا. كانت ضد العنصرية. جنوب أفريقيا. بالظبط كده.
أنا لو كنت قلت ضد العنصرية أنا عارف إنها كانت هتتجاوب. سؤالين في الأدب، وأول سؤال لجامعة سوهاج أدب، والسؤال هو: عشت مرتين هو كتاب سيرة ذاتية لصحفي مصري راحل، فمن هو؟ صحفي وإعلامي قدير من أشهر برامجه رئيس تحرير وقلم رصاص. الكتاب ده 12/2014. قلم رصاص لإعلامي قدير. أنيس منصور. أنيس منصور إعلامي؟ مش إعلامي أصلا. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ جربي مش هنخسر حاجة. مصطفى أمين. 2014. 2014؟ أنا سمعتش 2014. ما سمعناش الرقم. مصطفى أمين إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5، والاختيارات قصادنا على الشاشة: خالد توحيد، محمود سلطان، حمدي أنديل، عبد الله كمال. حمدي أنديل. حمدي أنديل. لا، وكل الناس بتسقف لك. وانا مش انا فاكر أنديل، بس مش فاكر اسمه الاول يعني. البرنامج كان بيجي على القناة الاولى، كنت بحضره. احمد عاطف. إجابة صحيحة. حمدي أنديل فعلا الراحل. وبكده النتيجة 20 جامعة سوهاج، 20 جامعة طنطا. سؤال في الأدب لجامعة طنطا. في جوكر. في جوكر إن شاء الله. دوس على البازر. أدب، والسؤال هو: من هو الأديب العالمي مؤلف رواية الحرية أو الموت؟ 1953. أعماله ترجمت لحوالي 40 لغة. 5 ثواني. إيمان. إرنست هيمنجواي. إرنست هيمنجواي بعشرين نقطة. إجابة خاطئة. 20 نقطة. جامعة سوهاج لو في إجابة. سارتر. جان بول سارتر. أحمد عاطف. إجابة خاطئة. زائد 20 أو ناقص 10. تشارلز ديكنز، توماس مان، نيكوس كازانتزاكس، أندري جايد. محدش خد الريسك. نيكوس. الإجابة صحيحة يا مادونا. نيكوس كازانتزاكس. وخسر نوبل بفرق صوت سنة 1957. هو مشهور بزوربة، أشهر حاجة ليه زوربة اليوناني أصلاً، مش دي. زوربة اليوناني بالظبط. برافو عليك. أيوه. آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال لجامعة سوهاج البازر. علوم، والسؤال هو: كم عدد أزواج النخاع الشوكي في جسم الإنسان؟ أزواج الأعصاب. فالثمان ثواني وفاضل 8 ثواني. إيه المتعة في إن أنت تستنى؟ لا، التسعتاشر سنة. إجابتك 12. أنت في هندسة؟ لا، مالكش دعوة. فعلا إجابة خاطئة. دكاترة عندنا أحمد جمال، وعندنا إيمان أشرف. وإيمان الضوي. ماشي، بس هما شكلهم كده اتناقشوا واتفقوا. كلنا اتناقش عادي، احنا عارفين احنا الأربعة. إيمان أشرف إجابتك 31 زوج. 31 إجابة صحيحة. 20 نقطة خطفتهم جامعة طنطا من جامعة سوهاج، والنتيجة اتغيرت 40 جامعة طنطا، 20 جامعة سوهاج. آخر سؤال في الفقرة علوم، والسؤال هو: تؤثر متلازمة شيهان على كفاءة إحدى الغدد، فما هي؟ تؤثر متلازمة شيهان
على كفاءة إحدى الغدد. فما هي؟ 10 ثواني، 5 ثواني. خد القرار. عجبني قوي رد إسلام، جربي. مش هنخسر حاجة يا إيمان. أنا دكتورة نخامية. نخامية. يا عالسعادة اللي انت فيها. أنا ضربة. أنا في الهبد ما عنديش يوم مرحمين على فكرة. النخامية يا محظوظة. إجابة صحيحة. النخامية فعلا هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 50 جامعة طنطا، 20 جامعة سوهاج. سؤالين بس اللي ما جاوبوش في الفقرة الأولى. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية.